هقول حاجه كده تفصيله بسيطه بسيطه كده، ايه في السر يعني. انا كنت بخش اكتب تويتات فيها اشاده كبيره بكارلوس كيروش في الوقت اللي كان بيتقال ايه، اصل الكابتن ضياء السيد زعلان من كارلوس كيروش، وكارلوس كيروش زعلان من الكابتن ضياء السيد. كان اول واحد بيدوس اللي هي اللايك يعني، عشان افهم الناس على تويتر، الكابتن ضياء السيد. بتفهم اللايك دي ان انا ان انت انا فاهمني وانا فاهمك 100%. بقول لك انت صح صح كده، اللي هو بين السطور، اللي هو يا جماعه ما هو لو الراجل ده زعلان ولا حاجه ولا متضايق من اللي بيحصل، هو الراجل ان كريم فاهم القصه بشكل كويس، مع ان كل الزملاء اللي اثروا الموضوع ده كلهم زي كريم كده. لو انت ما كلمتنيش يعني، صح؟ بس انت عارفني طبعا. لو حد فيهم وهم كلمني، احنا بنكلم بعض عموما، لو حد فيهم كلمني كنت شرحت له يعني، كنت شرحت له ايه الوضع وايه اللي بيحصل على الاقل في التليفون. لكن انا ما كنتش ببادر ان اتكلم، بسيب الناس اللي عايز يتكلم يتكلم، لانه عندنا وقت شغل، ما عندناش وقت. لو تعمل اناليسز للفتره اللي الراجل جه فيها واحنا جينا معاه، هتلاقيها 4 شهور. 4 شهور داخل بعد اسبوعين ليبيا، جابون، انجولا، مطلوب انك تطلع اول مجموعه وتروح كاس عالم، بعد كده تخش في بطوله عربيه ما كنتش انت اللي مخطط ليها، بس بقت موجوده، المفروض تخطط لها هي وبطوله افريقيا. فانت خططت بطريقه ما عجبتش 90% من الناس. الراجل خطط وحط مبادئ ليها بلعيبه جديده، بوجوه جديده، بناس جديده، لان في عدم وجود المحترفين، فما عجبتش حد كتير. كان فيها ماتشات كويسه وكان فيها ماتشات مش كويسه، لكن ظهر فيها لعيبه كويسه، لعيبه ما حدش كان يشوفها. ما فادتنا في دخلت على البطوله الافريقيه، ما بين انها هتتلعب، لا مش هتتلعب، لا هتتلعب. رحنا بالمجموعه اللي معانا، فيها حوالي 8 أو 9 اول مره يلعبوا بطوله افريقيا. كان المفروض انك تخطط بشكل كويس. الهجوم كان ان الراجل بيقول انا جاي لكاس العالم، ودي حقيقه، الاتفاق معاه على كاس العالم، لكن لا، احنا رواد في بطوله افريقيا، والراجل واصل له ده بشكل كبير جدا، وعارف انه لازم تأدي بشكل كويس، لان انت منتخب مصر اكتر منتخب واخد البطوله الافريقيه، وانت في الرياده. كابتن ضياء، انا هقف عند الحته دي، انا مش هاخد منك حاجات من اسرار العمل، ولكن انا عايز، لا مش هديك اسرار عمل. انا عارف انا لسه عارفك النهارده. لا، ما انا هحاول اخد الحاجات البعيده قوي. كل ده اطار عام. لا، ما انا عارف. لا، ده السؤال اللي جاي ده انا بمهد له. بس هو دلوقتي الراجل ده وهو قاعد في اوضه اللبس بيقول للعيبه مثلا، احنا نازلين النهارده مباراه في كاس الامم الافريقيه ولا في البطوله العربيه، عايزين نخسرها مثلا، عشان انا مش فارق معايا، انا اهم حاجه عندي كاس العالم، ولا كان بيقول للناس عايز اكسب وعايز اخد البطوله؟ انا بس انا دي كنت بطلع اقولها انا لوحدي، اكيد يا جماعه الراجل ده ما بيخشش طول الوقت بيقول لنا وبيقول للعيبه انا جاي العب 7 ماتشات. محدش يكلم، حتى قالها الاستاذ جمال علام. حتى الاستاذ جمال علام ممكن يكون اتفاجئ بيها لما الشارع الرياضي بعد البتاع قال لا الراجل لازم نلعب و فهو لما جه وشاف على الطبيعه وعاشرنا بشكل كويس، لا الراجل كل طول الوقت بيقول له يا جماعه انا جاي العب 7 ماتشات، يا رجاله انا جاي العب 7 ماتشات. حط في تفكيرك ان احنا ان شاء الله جايين نلعب 7 ماتشات. يعني ايه تلعب 7 ماتشات؟ يعني تجتهد وتسيب الباقي على ربنا وتوفيقه والكوره، ممكن ما كناش كملنا، لكن ده نوع من انواع التحفيز والثقه في اللعيبه المختاره منه ومن الجهاز، وهم وثقوا فينا وصدقوا ده. عارف لما بترمي عنوان ولازم الناس تصدقه، مش بيقول لك يسوي كان، مش زي هم الاجانب بيقولوا احنا لا ليه. فاحنا مع بعض صدقنا ده، وعشان ده العمل الجماعي انتج حاجه كويسه. العمل الجماعي اللي هو فيه الحفاظ على اوضه اللبس